لكننا في النهاية نشير إلى أن حزب سعادات التركي الذي أنشأه البروفيسور نجم الدين أربكان الآن تتواجد فيه حالة من حالات الانشقاق وفقا لهذه الرؤية التي تم الإعلان عنها من قبل الأفراد التابعين للرؤية الوطنية أو للملي جروش، الذين يرون في أن رئيس حزب السعادات كرام الله أولو خالف مبادئ الحزب بإعلانه التحالف مع حزب الشعب الجمهوري الذي يوصف بأنه حزب علماني، وعاد الحجاب على فترات زمنية ماضية كثيرة للغاية، وكان ينادي بمنع الحجاب داخل المدارس والجامعات والهيئات الحكومية. لذلك تحدثوا عن أن أربكان خان مبادئ الحزب من أجل 3 إلى 5 مقاعد داخل البرلمان، وأن هذا الأمر يعد بالفعل انتهاكا صريحا لمبادئ ولقيم نجم الدين أربكان صاحب التوجه الإسلامي بالقطع. ويرون بأن مسألة التحالف مع حزب الشعب الجمهوري ودعم كليتشداروغلو في مواجهة أردوغان لا تمثلهم بالقطع، وأنهم لن يستجيبوا لهذه الأوامر والتعليمات من قبل كرام الله أوغلو. إذن انشقاق جديد في حزب سعادات التركي الموالي الآن لكمال كليتشداروغلو المنافس للرئيس أردوغان. طيب.